السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. ايه؟ يعني خد قروض قبل كده، يعني خد قرض كام مره وفلوس، يعني مثلا مش ضامن ان هي مثلا هل دي حرام او حلال، يعني مش متاكد منها بالذات في موضوع ان هي دخلت فيها قروض وحاجات من ديت، فانا خايف من حاجه زي كده. انا مش فاهم، يعني انت تقول ابوك اخذ قروضا؟ اخذ قروض قرض، يعني اللي هو قرض من البنوك والحاجات دي. طيب انت عارف ان القرض بفايده ربويه حرام. كلها في المال كامل، يعني ها يعني كلها الحاجه دخلت كلها في المال. خلاص مش مصطفى، انا فاهمك، مش مصطفى ده اخويا. اتفضل. بص يا شيخ مصطفى، هو والدي كان عمل قرض من ظروف ما، يعني ايوه، وهو حاليا يعني عايز يساعدني مثلا من ماله ده في حياتي انا الشخصيه. هل في فيها لو خدت منه اي ماديات مساعده، هل أنت أعنته على هذا القرض أو أقررته عليه أم لا؟ لا لا طبعا، أنا ما أعنتش على هذا القرض ولا أي. إذن لا بأس إذا أخذته، وإن تركت لا بأس أيضا. تمام، شكرا، الله يحفظكم.